مهما يكون أنا هم مسؤولة عن فشل زواجنا. ما قدرت أكون الزوج اللي تحلم فيه. ظروف واحدة هي المسؤولة. على الأقل تقدر الحين تاخذ راحتك بصالتك، تقدر تحولها إلى مرسم. هذه أمل، رد أنت. ماكو فائدة. ألو، هلا نجاة. أهلا. لا العفو، لا ماكو شيء. نورية؟ ايه كاهي موجودة. نورية، نجاة. الو نجاة، أمل، أمل، خلصت شغلك؟ أي ما خلصت. تصبحي على خير يا بنيتي، تصبحي على خير. مع السلامة. لا تلومني، أنا أعصابي تعبانة. ما دام كل شيء بيننا خلاص، المفروض فيني ما أعصب. حتى لو كانت أمل هي اللي متصلة. أنا اللي شاغل بالي أكثر روحتنا للمحكمة. ضروري نروح المحكمة؟ المفروض. عموما انا رايح باشر المحكمه الشرعيه واشوف شنو الاجراءات. لازم ندش على القاضي. وانا ايش دراني، انا ما طلقت قبل هذه المره. صحيح، من وين تعرف؟ ليش احس بنفسي ضعيفة وايد؟ انت مصدع؟ وايد. الكلام ما يخلص، قوم النام. روح انت نامي. وانت؟ انا بنام. ضروري تنام هني؟ اي ماني قادرة اتصور وضع نورية الحين. مسكينة نورية، شلون ترضى لرفيجك أحمد يسوي كذي؟ أنا راضي.
عيست وانا انصح، عيست وانا احكي، لكن العوي عوي، ما كله تنامين الحين والصبح يصير خير. خير. ألو أحمد، عبد الله خير؟ تعتقد أحمد راح يطلق نورية اليوم؟ أحمد إنسان مزاجي، ولا يندرى شنو قراراته، ولا يندرى إن كان ينفذ قراراته ولا لا. يعني معنى هذا ممكن تمر الأزمة بسلام. أنا أساساً ضد كل تصرفات أحمد، بس ماني مع تصرفات نورية، أقصد شكل علاقتها بأحمد. أحمد من يوم ما تزوج نورية ما يمر يوم إلا ويشتكي منها. وأنت حضرتك مفضي نفسك وقاعد تسمع شكاوي. أحمد كان يرسم، لما تزوج نورية بطل يرسم. أحمد كان له أصدقائه وعلاقاته وسهراته. معنى هذا إنك راضي بتصرفات أحمد. أنا؟ طبعاً، والدليل إنك كنت عارف بموضوع أمل وساكت كل هالمدة. أنا قلت لك إني ضد كل تصرفات أحمد، بس المفروض بنورية تكون جزء من حياة أحمد. وأحمد ليش ما يكون جزء من حياة نورية؟ أحمد؟ أحمد؟ نعم. وضعك اليوم مو عاجبني. ولا عاجبني انا. ليش؟ في تعقيدات جديدة؟ تفضل. شكرا. شوف مساقط لعمدة محسوبة غلط. صحيح. فيها بعض الأخطاء. شو فيك اليوم أحمد؟ ماني قادر أركز، مشاكل كلها تجمع دفعة واحدة. خد
خبري فيك بتفائل؟ الحين بس فهمت ان التفكير بالمواقف شيء ومواجهة المواقف شيء ثاني. معنى هذا انك تعرضت لموقف محرج وكذي؟ وموقف واحد الا عدة مواقف تجمعت مرة واحدة. طول عمرها قاعدة في البيت، ولما اطلب منها نطلع او نروح نتمشى تقولي وين وليش؟ شو مطلعش البارحة؟ تكلم عن نورية؟ بار حياتي عند الكازينو. صادتك انت وامل. ولا تكلمت ولا كلمة. موقف حكي. ولما قعدنا البارحة عشان تناقش موضوع الطلاق. لو تدري ايش كثر كان موقفي صعب. موقف نورية شلون كان؟ عموما انا رايح باشر المحكمه الشرعيه بشوف شنو الاجراءات. بس انا واحمد ننتهي بسرعه. ها؟ ايش رايك؟ تجننين. انا اسالك عن الثوب. اكيد حلو. لانك شاري مو كذي؟ منك عارف. مهما يكون نورية بعدها عزيزة علي. تصدق وإحنا البارحة قاعدين نتفق بموضوع طلاقنا حسيت إنها ما تكرهني إذا ما كانت تحبني. أحمد أشك إنك تعرف معنى الحب. وبروح من الصداقة قدرنا نتفق على كل شيء يخص موضوع طلاقنا. روح من الصداقة؟ الشيء الوحيد اللي كان يشغل ذهنها هو روحتنا للمحكمة. مسكينة نورية. الشيء الوحيد اللي ما اتفقنا عليه هو قضية حقوقها. كانت تبي تطلق وبس، ما كانت تبي أي شيء من حقوقها الشرعية. وأنت أصريت عليه إنها تاخذ حقوقها مو كذي؟ أكيد. هي كانت تبيك وانت كنت بتريح نفسك وبس، مو كذي؟ انا بريح نفسي وبس. هتصدق لو قلت لك ان انا البارحة حسيت اني ابيها وايد. الكلام ما يخلص، قوم نام. روحي انت نامي. وانت؟ بنام هنا.
نمت في الصالة. كان لازم أنا من هناك. وبيني وبين نفسي رفضت إني أجدد العلاقة اللي تربطني بيني وبين نورية وإحنا في حالة ضعف. ليه تسميه حالة ضعف؟ ليش ما تسميه حالة تعاطف أو بداية تفاهم؟ وإذا اتفقت معاك إنها حالة ضعف، الظاهر إنها حالة ضعف من جانب واحد اللي هو جانب نورية. حرام عليك تظلمني أنا يا عبد الله. أحمد، ما حسيت إنك استغليت ضعف نورية. أقصد حالة يأسها وموافقتها على الطلاق. إيه بس هي اللي طلبت الطلاق أكثر من مرة، وأنا كنت أرفض على هذا الشيء. إيه ما كانت جادة. وأنا كنت جاد برفض الطلاق. علينا بعد. والشيء الثاني اللي خلاني أنام بالصالة، كان لازم أتصل بأمل. ليش؟ لازم تعرف اللي حصل. ناوي تقول لها إنك متزوج وناوي على الطلاق؟ لا، للحين. بس أنا اتفقت معاها إني أشوفها باكر الساعة 10. وراح تقول لها على كل شيء؟ ضروري تعرف كل شيء. أحمد، ما تعتقد إنك قاعد تخطو على أرض رخوة؟ وايد. من رأيي إنك تريث شوية. والنتيجة؟ حياتي مع نورية صارت بحكم المنتهية. ما في أي مجال للتفاهم بيننا. للمرة؟ بس اللي يألمني أكثر إن نورية وايد طيبة. توك عرفت. صدق البارحة وأنا نايم تقول أنا فنان؟ بس أنت من أنت فنان؟ مشاعر الفنان رقيقة، وأنت مشاعرك ميتة. ليش ما تقول عني إني واقعي؟ واقعي؟ واقعي وأنت تعيش حياة سريالية؟ تطنس؟ أبداً. بس اللي عارفه إنك ما تستحق حب نورية أبداً. واستحق حب أمل. هذا حجي. كنت تحب أمل بشكل حقيقي ما شذبت عليها كل هالمدة. ما فكرت ايش راح تقولها بعد شوية لما تقابلها؟ ما فكرت شنو راح يكون موقفها لما تعرف انك انت انسان متزوج؟ ما دامها تحبني راح تفهم وضعي. اقول ما شذبت عليها؟ انا اللي يشغل بالي الحين موضوع الوالد. شو في الوالد بعد؟ ما انا اعرف منين سمع بسالفة أمل. وإذا عرف موضوع الطلاق شلون؟ ما ادري. اكيد بتسويها مفاجأة وتخلي الكل امام الامر الواقع، مو كذي؟ ما ادري. المهم انت ونورية متى اتفقتوا على الطلاق؟ اليوم المفروض نروح المحكمة الشرعية واشوف شنو الاجراءات. رايح المحكمة؟ لا، اول بروح اشوف امن بعدين حلا حلا. الأخت عطيات، صباح الخير. أنا استأذنت من المدير لأني تعبانة شوية. الله يسلمك. إذا ممكن تاخذين بالك من المكتب.
شكرا، مع السلامة. الو يما، طيب الله يسلمك. اي بغيت اسالك عن حجرتي، بعده اخوي علي فيها؟ ما راحوا بيتهم الجديد؟ لا ماكو شيء. طيب اتصل فيك بعدين. يلا الحين مع السلامة. ألو نجاة؟ بس بغيت أقول لك إني أنا رايحة عند نورية. لا بأس. بالفعل هذا شيء مهم جدا. زين تسوين؟ ما باليد حيلة. إن شاء الله. مع السلامة.
تحبين تاخذين؟ اي شيء. Actually, for me, tea with milk. Tea with milk? No, no. Lemon juice. Oh, thank you. Thank you. بعدين اعتقد هذا اليوم يوم حاسم في حياتي. يوم حاسم في حياتك ولا في علاقتي فيك؟ شو الفرق؟ ما ادري. انت تعرفين ايش كثر احبك وشلون احبك. كل هذا الكلام مثل ما اعتقد تمهيد الكلام ثاني تحب تقوله لي. فعلا الكلام وايد ضروري تعرفين. وأنا بعد عندي أسئلة وايدة وضروري تجاوبني عليها. عموما كلامي راح يتضمن إجابات أسئلتك. ممكن، ليش لا؟ شر البلية ما يضحك مثل ما يقولون. أنا عارف من وين أبدأ. من الأهم طبعا. إذا كان كذي أنا عندي كلمة إن شاء الله ما تفاجئك. ما ظنيت راح تفاجئني. تب تقول إنك متزوج مو كذي؟ زوجتي الغالية، البلد الذي أنا فيه الآن جميل، والأجمل منه أن أكون إلى جانبك. كان المفروض أن أظل هنا لأسبوع ثالث، لكن شوقي الكبير إليك دفعني الآن أن أختصر الزمن فأقرر. نتطلق اليوم. الأخبار عند أحمد، اليوم بيروح المحكمة الشرعية. تفضلي تعالي. يعني هذا آخر لقاء لك. واللي يحب يغفر. أنا أخطأت.
المفروض تخبريني. عن اي خطا تتكلم؟ لاني انا متزوج ولا قلتش من اول. لو كان خطا وبس عشان سامحتك عني، بس هذه خديعه وخديعه مقصوده. حرام عليك تكلميني كذا. انت مو حرام عليك تضحك علي؟ سالتك اذا كنت متزوج ولا لا، واقنعتني انك ما انت متزوج. سؤالي اللي يلح علي الحين، هل انا غبيه جدا ولا انت ذني جدا؟ كذي انا صحيح كذبت عليك، بس انا سويت هذا الشيء علشانك. علشان علشان ولا علشان تربطني فيه؟ شو الفرق كبير؟ انا ما ادري اذا انت كنت تحبيني ولا لا، واللي يحب يغفر. وده اللي صار، ننسى اللي صار ونبتدي من جديد. فعلا ضروري كل واحد منا يبدي من جديد. ما تحسين انك تلاعبين بكلماتك؟ وانت ما تحس انك تلاعب مشاعر غيرك؟ شنو هذا؟ ايش قاعد تسوي؟ ما اسوي شيء، حضرت ثيابي وقاعد اعزل الصور والاوراق والاشياء اللي تخصني. رايي انك تخلين كل شيء لوضعه لحد ما يرجع احمد، تعرفين النتيجه. افترضي احمد غير رايه، ما راح المحكمه، ايش راح يقول لما يرجع يشوفك مجهزه اغراضك؟ ما راح يظن انك بعدك مصممه على الطلاق. نري يا حبيبتي، يلا قومي وياي امشي، خلينا ننزل تحت. يلا قبل اي احمد، يلا امشي. كان المفروض تروحين البيت من نص ساعة على الأقل. أحس إنك متأخرة علشان أنا. أرجوك لا تقولين شو الفرق. شنو الفرق؟ حزنك هذا يعمق إحساسي أكثر وأكثر بأني أنا المسؤول. الظروف هي مسؤولة أكثر. أتمنى ما تحتقريني في يوم من الأيام. مو من السهل على الواحد يحتقر ذاته. ماذا الإنسان جزء من ذاته، وعلاقتي فيك جزء من ماضيه. وبعدين لا تنسى إنه مو من السهل على الواحد اللي يعرفك ينساك بسرعة. أي علي إني أواجه وضعي. ما أدري، ما أدري شلون رضت نورية لنفسها أنها تفرط فيك. إيه ما بغت، بس علاقتنا أصبحت بحكم المنتهية. بحكم، وقبل ساعة قلت لي تطلقنا البارح. ما بقى إن إحنا نوقف قدام القاضي بس. ما بقى بعد. ما أدري من هفينا المسكينة، أنا ولا نورية. صدقيني ماكو علاقة بين طلاقنا أنا ونورية وبين حبي لك. فكرة الطلاق هذه كانت مطروحة، وكانت نورية هي اللي تلح، وأنا كنت متردد عشان هذا. إيه وليش خشيت عني كل هالمدة؟ خير أستاذ سالم. عبد الله وين أحمد؟ أحمد طلع قبل شوي. تامر شيء؟ لا يسيطر عليه بالمكتب اول ما يرجع، ابي في امر ضروري. ان شاء الله على امرك. رايي ما تتسرع بالبت بطلاقك من نوريه بعد ما صرت انا خارج اللعبه. علاقتي مع نوريه بحكم المنتهيه. ما اعتقد، وما اعتقد نوريه تكون بهذا السوء. كمل كلامنا بالطريق. لا،
على ما اعتقد كلامنا انتهى. بليز. على ما اعتقد كلامنا انتهى. طلاقنا صار أمر لابد منه. وإذا اتفقت معاك إنها حالة ضعف، فالظاهر إنها حالة ضعف من جانب واحد. الحين أحسن، على الأقل لما يرد أحمد ما يشوفك مجهزة نفسك وتبين تروحين بيت أهلك. تعتقدين أحمد الحين راح المحكمة ولا لا؟ لو تساعدين نفسك تتركين هاليأس، ليه متى بتظلين قاعدة وتنطرين خبر طلاقك؟ حتى لو أحمد راح المحكمة، وحتى لو راح سأل عن كل الإجراءات، وحتى لو المهم انكم للحين ما تطلقتوا، وما اعتقد بامكان احمد يسوي شيء قبل باكر الصبح. نوريه عندك فرصه اخيره، ولو كنت انا مكانك كان حاولت استغل الفرصه واستفيد منها. شلون؟ انت بعدش تحبين احمد ولا لا؟ بس هو إذا كنتي بعدش تحبين أحمد لازم تخلينا يشعر بأنك غير نورية اللي عرفها من قبل، وما راح تخسرين أكثر من اللي خسرتيه. أنا خسرت أحمد. نورية عندك فرصة أخيرة وتقدرين تستفيدين منها، وبعدين لا تنسين إن أحمد فنان ومشاعره رقيقة، وأعتقد أنا حرمته من الرسم وبس، حرمته من شكل حياته السابقة، ما تمر فينا مناسبة إلا ونتخانق أنا وأحمد. قلت لك ألف مرة إذا بتجيب أحد من رابعك سهر معهم برا البيت. إيه بس هذه مناسبة عائلية، لا يمكن تقعدين تبرطمين وتزعلين علينا. قلت لك مناسباتك العائلية هاي بتطلع أعصابك. ليش تطلع أعصابك؟ ما أدري. يكفي إنك الحين تدرين. تعتقدين في أمل؟ أشوف اللي راجع مبكر اليوم. أخذت إجازة. كنت مع أحمد. صار شيء جديد؟ خلاص. مبين عليك تعبانة يا بنيتي. المدير قال لي نفس الشيء. على فكرة أحمد متزوج، مصمم يطلق زوجته اليوم.